السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم مقروط اللوز، بصح هاد الخطره راح نديروه بالكاوكاو. كنت ديجا درت فيديو معكم قبل وكنت درتو باللوز، وكانوا سقساوني اسكو نقدروا نديروه بالكاوكاو. بيان سور تقدروا ديروه بالكاوكاو، يعني هي برسك نفس الطريقه. اللوز ما نزيدو له حتى اضافه وراح يجينا يجي بنين ويجي طري. هنايا شوفوا راح نديروه باللوز بالكاوكاو، عفوا عندي هنايا كيلو تاع الكاوكاو. واش ندير هنايا؟ لازم هنا نحمصو، راح نسخن الفوق تاعي، لازم يكون سخون الكوشة، لازم نسخنها مليح. نحط الكاوكاو تاعي هكذا في السنيوة هنايا، برك ما لازمش نخليوه يتحمر البنات، لازم نديروه غير شوية ابان يصفر، غير شوية برك شغل يدي لون غير يصفر ابان، نحيوه ما لازمش يتحمر لنا بزاف. نسخنوا الكوشه تاعنا مليح ونقصوا لها كامل، ندخلوا الكاوكاو تاعنا يعني نقعدوا نحركوا فيه بلا ما نغفلوا عليه لا اقل من 10 دقائق. نطفيوا الكوشه ونخليوه، نخليوه غير شويه اشاك فوا نحركوه، نزيدوا نخليوه واحد 5 دقائق واحده اخرى ونحيوه. بصح لازم نعسوه مليح، ماشي نحطوه ونخليوه حتى اللي يتحمر لنا كامل، لا لا ما لازمش يدي لون، لازم يقعد كيما راه ابيض كيما قلت لكم، يدي اللون ابان صفر ويعني يتحمر غير شويه برك ونحيوه. انا راح نحط الكاوكاو تاعي في الفوق كيما قلت لكم، سخنته مليح من قبل ونحطو. ها هو هنايا البنات، شوفوا هنايا بعد ما حمرت ولا حمصت الكاوكاو تاعي كيما راكم تشوفوا، يعني ما خليتوش يحمر بزاف. شوفوا شوفوا كيفاش غير تصفار برك، يعني ما نخليوهاش تحمر بزاف. كيما قلت لكم سينو يجينا الكاوكاو تاعنا يبس وما يجيناش مليح. فوالا كيما هكذا، ماشي كيما اللوز، اللوز نخليوه هكاك ابيض بلا ما نحمصوه بلا والو. الكاوكاو لازم نحمصوه شويه باش يتنحنى هذيك الريحه. وشوفوا على بالي اللي يقولوا لي لازم الكاوكاو، لازم كاين اللي يفوروه، كاين كل واحد بالقارص وكاع كل واحد كيفاش يدير له. انا ندير له هذيك الطريقه بصح في كي نخدم البقلاوه ولا، بصح في مقروط اللوز البنات صدقوني نخدمو هكا ديراكتومون. هذه جاتني طلبيه وحبيت نشاركها معكم، يعني طلبيه جاتني على السريع ونخدمها هكذا ديراكت، وصدقوني ما يجي فيه لا ريحه لا والو. يعني تبعوا برك الطريقه كيفاش راح نخدمه ويجيكم من اروع ما يكون، يجي طري ومعسل ويجي اون ديغي باللوز ماشي كامل بالكاوكاو. يعني اكيد راح تقعد فيه هذيك شويه تاع اللوز، بصح يعني حتى كي نتاكدوا، يعني نتاكدوا هكا نقعدوا نستبنوا في هذيك اسكو لوز ولا كاوكاو باش يبان لنا. في مقروط اللوز يجي روعه. فوالا انا راح نلحيه كيما هكذا، نخليه غير شويه يبرد، ماشي شرط يبرد لنا مليح، راح نلحيه معاكم. هنايا الفيديو راح يجينا شويه طويل، بصح هكذا حبيت نشارك معكم خطوه بخطوه باش تنجحوا فيه. فوالا كاين بزاف اللي يحضروه بالكاوكاو بصح يجيهم يابس، تبعوا الطريقه وراح تنجحوا فيه اكيد. فوالا شوفوا البنات كيفاش يكون، يكون خليوه هنايا شويه خشين، يعني شويه خشين على الطعام المتوسط. شوفوا هنايا باسكو راح نزيد نرحيه من بعد، تبعوا معايا برك. دوك انا هنايا نحي هذا الكاوكاو ونكمل كامل الكميه ونرجع لكم. هنايا بسم الله وعلى بركه الله، الخطوه الاولى يعني كنا درناها، حمصنا الكاوكاو وكل شيء. شوفوا كيفاش راه مرحي، شوفوا كيفاش ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين. شوفوا هكذا، يعني كاين بزاف مبتدئات يحبوا يشوفوا كامل التفاصيل، يعني سورتو اللي يخدموا طلبيات ولا كيما انا. هاد الطلبيه صغيره راح نشاركها معكم يعني من الالف حتى الياء خطوه بخطوه، تبعوا معايا برك. هنا راح نكيل، نجيبوا اي حاجه، نجيبوا اي حاجه اللي ترفد لنا 3 كيلات في هذا الكاوكاو، يعني كيلو تاع كاوكاو نقسموها على 3. انا هذا نكيل به الكيله الاولى، الكيلة الثانية والكيلة الثالثة. فوالا هنايا عندي 3 كيلات تاع الكاوكاو اللي كنت حمصتو ورحيتو. راح نزيد له هنايا نص كيلة، نص كيلة تاع السكر عادي،
فوالا. شوفوا البنات انا هنايا درت نص كيلو، يعني راه في النص كما راكم تشوفوا. هنايا اللي تحب شويه الحلاوه زياده نزيدوا له قيس صباع واحد برك هكذا، يعني ما نوصلوش الكيلو غير ربع. هنايا نص كيلو راح تكون كافيه، باسكو كي نكثروا بزاف السكر راح تيبس لنا هاد العجينه تاع اللوز. راح ما نديروش كيلو كامله، لا لا، نديروا نص كيلو حتى الكيلو غير ربع يعني ماكسيموم. فوالا نخلط هنايا مليح الكاوكاو مع السكر. ما ننساوش لي راح نديروا له السكر غلاس من الفوق، يعني راح يجينا الحلاوه تاعو معتدله. هكذا نقدروا نديروا يعني 3 كيلات بكيله، انا نشوفها بزاف يعني بزاف تجي حلو بزاف. جو بريفير ندير هكذا نص كيله مع السكر غلاس، نزيدو نديروا في هذاك السيرو راح تجي الحلاوه تاعو معتدله. اللي تحب يعني تكون يكون حلو القوت تاعها حلو بزاف دير كيلو غير ربع يعني ماكسيموم، هكذا تكون كيلو ناقصه دو دوا، يعني في النص كيلو نزيدو غير ان دوا. هذا معكر هنايا بعد ما خلطت مليح نجيب هنايا نعاود نجيب هذا الاشواغ تاعي ونعاود نحط الكاوكاو لداخل مع السكر هكذا ما نعمروش بزاف ونرحيه. دونك انا نعاود نرحيه مليح مع الكاوكاو مع السكر. هكذا البنات ما لازمش نرحيوه بزاف مني، فوالا يكون بهذا الشغل كي الطعام، فوالا ما يكونش خشين بزاف وما يكونش رقيق كما راكم تشوفوا. هكذا انا نكمل نرحيه كامل ونرجع لكم. فوالا البنات هنايا بعد ما رحيتو كما راكم تشوفوا كما قلت لكم يكون كما الطعام ما يكونش خشين بزاف وما يكونش رقيق. هنا واش ندير، انا راح نجيب لافاني، شوفوا ندير مغرفه كبيره تاع لافاني، نزيد شويه هاد لافاني بزاف شابه تاع الميزان، شغل فيها كو تاع سيترون، فيها ريحه سيترون بزاف شابه وتمد بنا بزاف هايله. نزيد هنايا القارص، الا كان عندكم حبات ديروهم، الا ما كانش عندكم انا كنت رافيتو. شوفوا هنايا وجدتو حطيتو في الكونجيلاتور هكذا كي نسحق نجبد. شوفوا ندير هنايا يعني هنا قد ما تكثروا القارص المقروط اللوز تاعكم راح يجي بنين. بنتو في القارص كامل في الزيت دو سيترون. نزيد مغرفه هنايا في الكيلو نديرو واحد زوج حبات كبار ولا ثلاثة حبات يكونوا متوسطين. قد ما نكثروا تاع القارص راح يجينا المقروط تاعنا يجينا بنين. فوالا البنه تاعو كامل في القارص، الريحه تاعو تجي ما شاء الله. نخلط مليح هكذا لافاني مع القارص فوالا. بريفير هكذا خير ملي نديرو له، كاين بزاف اللي يديرو له هذاك ليكستري تاع القارص. جو بريفير هكذا حكوه مليح ما بين يدينا. دونك هنايا عندي ثلاث حبات تاع البيض البنات، شوفوا يكون البيض هذا كبير شويه، راح نحطه هنايا في بول هكذا. لازم تتاكدوا لي البيض تاعكم مليح سورتو هكذا في زمان الصيف. انا البيض تاعي جديد، ما نساوش القرصه تاع الملح لازم، يعني راح تعدل لنا الضوء. ونخلط مليح البيض تاعي هكذا ونبدا نحط بشويه هكذا. نبدا في الاول بثلاثه حبات ونشوف يعني نخلط. يعني كنت ديجا شاركت معكم ثاني تزيديات البنات وبزاف اللي جربوهم وخرجوا لهم ما شاء الله، يعني بالشهاده تاع اللي جربوهم خرجوا من اربع ما ياكل، يعني خرجوا طريين ومعسلين وبالكوكب ويخرجوا ما شاء الله. يعني كاين بزاف اللي راهم يعتمدوهم حتى في الطلبيات تاعهم ولا بيخرجوا لهم ما شاء الله. تحبوا تشوفوهم تقدروا تكتبوا ديريات بنت شرشر يخرجوا لكم. كنت حضرتهم في البدايات كامل في تاع القناه هكا. نكمل شوفوا انا هنايا راح نديرهم كامل ونشوف، يعني نخلطو غير بالعقل ما لازمش نعجنوه بزاف في كل كاوكاو، يعني نلموه هكذا ومن بعد نعجنوه غير باطراف الاصابع يعني بالكف تاع اليد كما راكم تشوفوا غير هكذا.
منتقلقوش لازم نلموه ماشي نقعدو نزيد نشوفو كيما هكذا نزيدو في البيض حتى تجرى لنا سخون مقرة اللوز ماشي كيما تزيريات. نحاول كيفاش نلمو كامل هنا يا شوفو مازال تخصني شوية. هنا راح نزيد حبة تاع البيض نخلطها مليح هكذا ونبدا نضيف. هنا ما نضيفهاش كامل ندير غير نصها برك ونشوف هكذا كيما نخلط نلمها مليح هكذا. لازم نروحو له غير بالعقل باش ما يغلبناش وما يجرناش ونتحصلوا عليه يكون يعني العجينه تكون طريه وما تكونش جاريه. يعني نحسوا لي مازال يابس شويه نزيد له هنايا الحبه كامله. يعني هنايا دخلت لي 4 حبات تاع البيض كيما شفتوا البيض درت البيضه كامله فوالا نزيد ندخلها مليح بهذه الطريقه فوالا نلم مليح هذا الكوكب هكذا نزير هنايا مليح بلا ما نعجن بزاف كي نشوفو تلايم مليح هنايا نبدا نخدم فيه بالكف نتاع اليد بهذه الطريقه هنايا باش نزيدو هذاك السكر نزيدو نذوبوه مليح فوالا ويجينا معسل فوالا دو بريفيرونس نوجدوه من قبل ونخليوه نغطيوه مليح نديروه في كيس بلاستيكي ولا في فيلم اليمونتير ونخليوه يعني قد ما نخليوه يزيد يتعسل اكثر واكثر. هنايا شوفوا القوام تاعو كيفاش هنايا نوريه لكم مليح. هنايا في هذه اليد راهي تتلاصق بصح كي نمسوا بهذه اليد يعني شوفوا كيفاش يكون. دائما نقول لكم نديروا تيست هكذا نحطوه ونشوفوا يعني ما لازمش يطيح لنا باسكو الا طاح لا فورم تاعو ما راهيش رايحه تشد لنا في الفوق. المقروطه ما تقعدش تشد روحها راهي رايحه تهبط كامل لازم يقعد كي نديروا حربوش لازم يقعد شاد روحه ما لازمش نجريوها بزاف سينو راح يهبط لنا كامل في الفوق ونخليه يعني يريح يزيد يشد روحو. الا شفناه كي نجبدوه نشوفوه يشد روحو بزاف ولا نشف يعني ييبس يولي ما يقعدش طري كيما هكذا نشوفوه ليبس واش نديرو نخلطو حبه بيه ونزيدو له شويه يعني نزيدو غير بالعقل حتى اللي يولي للقوام اللي درناه في الاول. في الاخير هنا في الاخير البنات واش ندير نجيب كاس تاع لاتاي سمحوا لي يدي ما عاودتش غسلتها دوك نكمل نخدم نفرغوا 4 كاس تاع لاتاي تاع الزيت ونحطوه هنايا. يعني هذا سر من اسرار هاد العقده العجينه تاع الكاوكاو اللي تخليه طري ومعسل ويقعد طري لمده طويله. ما تقولوليش اللي الزيت الكاوكاو يطلق الزيت تاعو وما لازمش نديرو له الزيت باسكو جاوني بزاف تعليقات في الديريات اللي كنت درتها معكم وقالوا لي ما لازمش نديرو. هذا السر نعطيه لكم يعني ما كانش لي مد هذا السر يعني الحلواجيات كامل اللي يخدموا يديروا له الزيت سخطوا في الكاوكاو وبصح ما نعجنوش بزاف الكاوكاو وقتاش يطلق الزيت تاعو كي نعجنوه بزاف حنايا ندخلوه غير كيما هكذا. يعني هذا سر من اسرار النجاح والمقرط اللوز تاعنا ولا الكاوكاو يجينا طري ومعسل. يعني بحكم التجربه تاعي خدمته يعني بهذه الطريقه اللي نخدم فيه ويعني ما شاء الله لي يديه يعني عجبو يعني يبقى طري لمده طويله. فوالا هنايا جوست ندخل هذيك الزيت برك بهذه الطريقه البنات. هنايا هكذا كي دخلت الزيت هنا نجيب كيس بلاستيكي وكما قلت لكم هنايا الزيت هي اللي راح تمد له هذيك الطراوه ويبقى عندنا مده طويله وهو طري. يعني هاد لاستيوس يما ربي يحفظها هي اللي عطاتها لي وكانت تخدم بها ويعني وجهها ما شاء الله. فوالا هنايا نديرو في كيس بلاستيكي هكذا ونقليه
يعني قد ما يقعد قد ما راح يزيد يتعسل ويجينا اطرف. صافا نحطو في الفريجيدار ونخليه هنايا نقدرو نخليوه ليله كامله ولا نخدموه الصباح وعشيه نشكلوه فوالا على الاقل نخليوه 4 سوايع. هنايا البنات هنايا بعد ما خليتها كي بقات لكم انا خليتها ما خليتهاش بزاف خليتها هنايا قريب 4 سوايع وجبتها يعني لازم نخليوها تريح كما قلت لكم ليله كامله ولا الصباح ونخدموها عشيه. شوفوا كيفاش راهي يعني راهي ما شاء الله زادت هذاك السكر زاد دار وشغل راني نحس بها معسله. شوفوا هنايا ندي كميه ندي قسمه نخدم به حربوش فوالا وهذه نعاود نردها للكيس هكذا. لازم نغطيوها باش ما تنشفش بهذه الطريقه. شوفوا كي تخليوها تريح راح تعطيكم كيما قلت لكم نتيجه هايله. شوفوا كيفاش ولات هنايا نرش ابان هكذا بالفرينه باش ما تلصقش. نقدروا نستعملوا حتى المايزينا فوالا ونبدا نشكل هنايا صغير شويه هكذا ونبدا نشكل فيه حربوش. هنايا السمك نتوما تتحكموا فيه تحبوه عالي ولا تحبوه يكون يعني متوسط. انا راح نخدمه متوسط ماشي عالي بزاف. حتى الحبه راح نديرها معتدله يعني ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش صغيره. نعرفوا لي مقروط اللوز كي نديروه في الكريم غلاس راح يزيد يكبر. تقدروا تديو غير لا موتي برك باش ما يغلبكمش. ديروا كميه هكذا تاع الفرينه باسكو باش ما يلصقلناش كي نرفدوا الحبه رايحه تترفد معنا بكل سهوله. ودائما نحاولوا كيفاش نسقموه مليح باش يجينا مدور ويجي شباب. بهذه الطريقه نجي نقطع ندير هكذا صباعي يعني نقطعو قيس دو دوا يعني الحبه راح تكون معتدله هكذا. نقدروا نديو هذه الحبه ونبداو نقيسو بها يعني هنايا دائما نديرو هكا يعني نديرو كشغل الغرفة هكذا قيس الحبه اللي نقطعوها ونكملو نقطعو. نعاودو نسقموهم مليح فوالا ونبداو هنا نسقمو في الحبه تاعنا هكذا. نحبو نديروهم بومبي ندوروهم بهذا الشكل هكذا وراح نتحصلو على هاد الحبه. شوفوا كيفاش تجي يعني ما هنايا ما درتهاش كبيره بزاف وماشي صغيره بزاف راهي متوسطه. نجيب هنايا سميره يكون درتلها بابي كويسون. نتوما البنات الا ما درتوش بابي كويسون واش نديرو لازم هنايا مقروط اللوز لازم نكثروا له الفرينه يعني نديرو له انكوش تكون شويه خشينه تاع الفرينه باش ما يلصقلناش باسكو الا درناه هكذاك يعني راح يلصق كامل في السميوه. فوالا نكمل انا نسقمو كامل هنايا البنات. هنا بعد ما نكمل نشكلو كامل الفوق تاعي نكون شعلت ومن قبل يعني نشعلوه بربع ساعة من قبل نخليوه يسخن على 180 درجة ونحطوه هنايا بعد ما نشكلوه نخليوه شوية نحطوه في الفريجيدار نخليوه واحد ربع ساعة يعني يحكم روحو مليح ونحطوه في الفوق. جوست هنايا كي نقلبوه نلقاوه شوية هنايا يتحمر شوية يولي غوز نحيوه ما فيه والو فيه غير البيض برك ينشف غير هذاك البيض ونحيوه ما نخليوهش يبطى بزاف في الفوق. الا بطلنا بزاف راح ييبس لنا راح يدير كوش من الفوق هكذا وييبس المقروط اللوز تاعنا ما نخليوهش يبقى بزاف. نحطوه كيما قلت لكم غير نشوفوه تحمر شويه من تحت نتجبدوه يعني وينشف برك ونتجبدوه. هنايا البنات بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا شوفوا كيفاش طاب شوفوا كيفاش يدي اللون من تحت ما يكونش ما نحمرش بزاف ومن الفوق يقعد ابيض. هنايا بعد ما برد لي مليح مقروط اللوز تاعي كيما راكم تشوفوا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. هنا بعد ما برد لي مليح لازم يبرد مليح باش نسكره. وهنايا واش درت عندي نص كاس تاع السكر مع كاس تاع الماء حطيتهم فوق النار حسبت لهم 10 دقائق يعني كيبدا يغلي الماء حسبت له 10 دقائق وطفيته. في الاخر درت له كي طفيته درت له فنجان صغير تاع المزهر ونقدروا نديروا له طرونش تاع القارص. انا ما كانش عندي ما درتلوش
ونخليوه يبرد مليح باش نبداو نحطوه هنايا المقلوط اللوز تاعنا لداخل هكذا، يعني غير دخله وخرجه برك ما نخليوهش يبقى هكذا. ونجيب هنايا بابي مشوى، يعني هنايا لازم نشفوه شويه هكذا، يعني هاد السيرو كي نحضروه خير ملي نحطو المزهر وحده والماء عفوا المزهر والسكر غلاس كيما راهم يديرو، ونديرو الفرينه ثاني، يعني هذه خير وخير. يعني هاد الطريقه تاع زمان راح يحكم لنا والسكر غلاس تاعنا يشد لنا. فوالا نمسحو مليح هكذا من كامل الجوانب ونحطو في السكر غلاس. السكر غلاس تاعنا لازم نربلوه باش ما يقعدش فيه هذوك الحبيبات. فوالا بهذه الطريقه نحطو كامل هكذا ونغطيه مليح. هكذا نغطيه كامل بالسكر غلاس ونخليه حوالي دقيقه ونعاود نولي لعندو، ما نخليوهش يبقى بزاف باش ما يبسش عليه، نخليه غير واحد دقيقه برك ونولي لعندو. هنايا بعد ما جلست هكذاك حوالي دقيقه ما نخليوهش بزاف، نعاود نولي لعندو نحاول كيفاش نمسح له كامل هذاك السكر غلاس بهذه الطريقه. او ميم طون راني نزير عليه فوالا، نحي له كامل هذاك الزايد باش ما تجيناش فيه كوش كبيره تاع السكر غلاس بهذه الطريقه. ندير له كامل وين نشوفو يعني شويه خاصو فوالا، وميم طون راني نزير عليه باش يتنحى كامل هذاك الزايد فوالا بهذه الطريقه. ونحطو شوفوا يعني يكون مغطي كامل ونحطو، ما نساوش اللي في الاخير نزيدو له شويه من الفوق صافي، نحيو له كامل هذاك الزايد اللي يكون فيه. ونقول لكم خياتي الى وصلتوا معايا للان لحد الان في الفيديو تاع اليوم، ما تنساوش ديروا لي جيم، خليو لي جيم الله يرضى عليكم هكذا باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وماذا بيا هاد الوصفات ما يروحوش، يعني يقعدوا دائما لان كامل البنات يتعلموهم، خاصة هاد الوصفات التقليدية دابية كامل يتعلموهم، يعني خاصة البنات الصغار يعني اللي جن في كامل ولا حتى السيدات يتعلموهم باش هكذا ما يروحوناش. ولي مازال ما اشتركتش في القناة نقولك اشتركي وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله، يعني الجديد اللي نحطوه كامل يوصلك. فوالا راني نكملو كامل بنفس الطريقة. في الأخير البنات بعد ما نكمل ندير له سكر غلاس كامل، نجي شوفوا كيفاش راه، يعني دائما نمسحوا له مليح هذاك السكر غلاس اللي يجي لاصق فيه، يعني تكون فيه كوش رقيقه. نجي نجيب صفايه ونرشو كامل من الفوق بهذه الطريقه، وين كاين كامل هذيك الحاجه تبان ولا نغطيها بالسكر غلاس، غير هكذا رشه خفيفه برك ما نكثروش في كامل الجهات بهذه الطريقه، ونتحصلوا على هاد الحبه كما راكم تشوفوا. هيا المقروط اللوز تاعنا ولا مقروط الكاوكاو، مقروط اللوز بالكاوكاو راه واجد كيما راكم تشوفوا. بعد ما كملته كامل كيما شفتوا درت له هذيك بالصفايه كامل من الفوق وراه واجد معنا. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله. نقسم معكم حبه باش تشوفوا كيفاش جا لداخل. شوفوا كيفاش نقسمو، يعني شوفوا كيفاش ينقسم، يعني جا ما شاء الله. شوفوا كيفاش جا لداخل، يجي معسل ويجي بزاف طري. شوفوا شحال طري، يعني جا بزاف بزاف طري. شوفوا وراح يقعد هكذا طري يعني مده طويله ما راحش يبس معاكم. شوفوا يعني يجي ما شاء الله، وريحه القارص راهي فيه روعه، يعني القارص راح يزيد له بنه على بنه. هذه هي النتيجه النهائيه، يجي ما شاء الله. اللي خافت تجربوا بالكاوكاو نقول لك غير جربيه، تبعوا كامل الخطوات وراح ينجح معكم باذن الله. وهذه هي الوصفه تاعنا اليوم، ما تنساوش جيم والبارطاج دا باش يوصل اكبر عدد من المشاهده. واللي مازال مشترك يشترك ويفعل الجرس باش يوصل له كل جديد ان شاء الله.
تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.